الناس والهم، اللي مدمر الناس والهم. والشيطان ما بيعرفش يصطادك غير في لحظة الهم دي، أكتر لحظة الشيطان بيصطادك فيها، أكتر لحظة الشيطان بيستضعفك ويأسك من رحمة الله ويشوش عليك ويخليك تاخد قرارات غلط. لحظة الهم دي اسم الله الكافي بيخليك ما تتجعزش، ما انتش مجعوز، ده في مشكلة بس الكافي موجود.